بدي احضر مطرة مي وبدي احضر مطرة زيت و3 كيلو ونص صابون. 3 كيلو ونص صابون بفضيهم. اول شيء بفضي المي بالبرميل، بفضي فوق منهم مادة القطرونة، بحركهم 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 ليذوبوا ليصير يطلع البخار، يصيروا يغلوا يعني. بفضي فوق منهم الزيت وبحركهم ليترابط الزيت مع الصابون مع المي، بيشتغلوا. بتركهم تقريبا 6 ساعات وبولع النار تحت منهم. النار على الحطب احلى شغله لقلب، يعني اسرع طريقه وبتعطي غلاء اكثر. ليش؟ لانه النار معتدله وقويه وبترك لها شغله هاي. بدهم 5 ساعات ل6 ساعات غلي. تفصل المي اللي انا فضيت المي الاساسيه دي، بتصير مي حمراء. تسحب كل الماده الاسيد اللي بالزيت، تسحبه منها وبتفصل عنها. بتركهم ليركضوا تقريبا ربع ساعه، بيفصل الصابون شقفه وحده والمي من تحت. بعبي صابون بسطل صغير، فضيهم بالقالب وبتركهم تقريبا 12 ساعة 11 ساعة، يعني مجرد انه من الليل للصبح. بقوم الصبح بقطعهم وبجهزهم لوح لوح وحسب الطلب. الصابون البلدي له منفعة للبشرة، له منفعة للقشرة بجلد الراس. نقطة زيت على الأواعي أو البنطلون جينز في عليه زيت ما بيطلع، حفه بصابون بتطلع، يعني له فوائد كثيرة. مش مصنع هذا الشغل هاي، لا فيك تزيد ولا فيك تنعم. بهالشكل هاي عندي هالشيء تقولي هاي عيارة مكسور، بدي 5 سم 8 سم. ها معدل الأساسي هاي أكثر من هيك، يعني أكثر من مطلوب. هاي بهالشكل هاي بحط هاي، هاي بتهون علينا بما نقطعها إيدنا بالسكينة.